إعلان نوايا مشترك بشأن بناء القدرة والخبرة والمساعدة المتبادلة بين الإدارات الجمركية. اتفاقية تفاهم وقعها اللواء باسم بن يعقوب الحمر رئيس الجمارك مع هيئة الجمارك في جمهورية ألمانيا الصديقة. تتضمن الاتفاقية قيام الجانبين البحريني والألماني بوضع جدول زمني للتدريب وتقديم المساعدة في كافة الأمور الجمركية وفقا لمتطلبات شؤون الجمارك في مملكة البحرين، وتماشيا مع معايير منظمة الجمارك العالمية في مجال الإصلاحات وعمليات التحديث وتطوير القدرات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى تطوير التعاون بين البلدين من خلال بناء القدرات والخبرات في المجالات الجمركية من ناحية الامتثال للأنظمة التجارية وحماية المجتمع وتحصيل الإيرادات الجمركية. وتهدف شؤون الجمارك من خلال استراتيجية التحديث والتطوير إلى الانضمام إلى التحالفات الدولية لكي لا تكون بمعزل عن الجمارك العالمية، وللمزيد من التعاون مع الجهات الخاصة للحصول على التدريب المتطور والوصول إلى أفضل ممارسات العمل الجمركي على المستوى العالمي.